ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الذين يسمونهم في بعض الدول الإسلامية اعتقادا جيدا أنهم يضرون وينفعون، وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول يا فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي، أو بالله يا فلان مثل هذه الأقوال فما حكم ذلك وما مصير المسلم فيه؟ تسمية هذا الرجل الذي ينظر للقبور والأولياء ويدعوهم تسميته مسلما جهل من المسمي، ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم لأنه مشرك. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء لا يجوز إلا لله وحده، هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمين من أنصار.